خلاص. فهنبدأ دلوقتي بالانستريشن بتاع مين؟ ال اف تي بي سيرفر. يم سيرش اف تي بي، هي الباكج ما اسمهاش اف تي بي خالص. يا نهار ابيض، ايوه جه عندك في دي اس اف تي بي، دي فيري سكيور اف تي بي ديمون، هي دي اللي هي الثانيه من تحت. طب الدي اس لا لا، ده نوع من الاف تي بي سيرفر بس نوع معين يعني. بس لا سموه في اس، في اس اف تي بي دي. ايوه ايوه طبعا مش ده الوحيد يعني، كتير جدا موجودين. فيري سكيور اف تي بي دي خلاص من اسمه يعني فيري سكيور. الباكج الاصليه اللي عندك اسمها اف تي بي دي، بقى التحديث بتاعها التحديث الجديد بتاعها اسمه فيري سكيور اف تي بي دي، حاولوا يعدلوها بس عشان تبقى سكيور شويه. اعملوا انستول دلوقتي، ومجرد ان انت عملت لي انستول حضرتك، مجرد انا بس عملت انستول كده وايه وعملت ستارت للسيرفس، سيرفس فيري سكيور اف تي بي دي ستارت كده، الاف تي بي بقى شغال زي السكه في الحلاوه، مفيش اي مشكله خالص فيه. الدليل عندك لو قلت له كده اف بي، انت الاي بي بتاعك كام؟ 192.168.0.200، ده الاي بي بتاع الجهاز عندي. قال لي لوجن، انت هتلوجن بروت؟ لا انا هلوجن بانونيمس. ايه؟ انونيمس. صح؟ مفيش باسورد؟ قال لي لوجن سكسسفول اهو. لو جيت اقول له ال اس، مفيش عندي اي حاجه، فعندي دبليو اس بب. ال اس ده يبقى انا شغال على بورت كام؟ ال اس ده شغال 21. لو قلت له سي بب، لا ده شوف انا بخش جوه سي دي، لو قلت له ال اس مش جواها حاجه خالص. اه الكلام ده فين اصلا؟ الكلام ده بيبقى فين دايركت على السيرفر؟ اه فين بقى الكلام ده؟ تعالى اعمل كويت. قال لي جود باي، بص يعني شوف اللذينه ده. تعالى بقى الكلام دي، الكلام ده كله الاف تي بي سيرفر موجود في قلب سلاش فار اف تي بي، سلاش فار اف تي بي دي دايركتوري، دي دايركتوري الرئيسيه. ايوه على السيرفر بالظبط، سلاش فار اف تي. حلو الكلام ده؟ في مشكله؟ طب زي الفل. لوز في السيرفرات اللود، لما برفع الاف تي بي سيرفر بيوديها على الدايركت بتاعتي في السيرفر لود ده. هو اصلا لما عملت لوجن وبيك على الدايركت في سلاش فار اف تي بي على طول باي ديفولت لوحده. يعني انا دلوقتي لو انا داخل بيوزر مثلا تحت، لا ده بيوديك بقى، بيوديك للدايركت الهوم دايركت بتاعتك انت. هو فات بقى عن طريق اف تي بي، بيوديك للسلاش فار اف تي بي. ايوه لما برفع عليه بدخل انا على الهوم عندي الحاجات دي، هو ما برفعش بسلاش فار اف تي بي، برفعها في الهوم دايركت بتاعتك، يعمل لك جيلنج لليوزر ده. كل يوزر الهوم دايركت بتاعته برفع في مكانه، بلعب حد تاني. احنا هنشوف ده بقى، ده الحاجات اللي هناخدها دلوقتي حالا فيه. ما تسبقش الاحزاب. خلاص؟ حلو الكلام ده؟ معلش بس هوريك كده الفولدر اللي هو ده. كده الاف دي بي شغال. تعالى، انا كده افتح من الجي او اي. طب معلش هوريك كده. لا لا من الجي او اي، خش من الجي او اي عشان يكون حاجه. انا خمسه. شايفين عامل الكلام ده ولا ايه؟ تمام انتوا عندي هنا اهو. روت باسورد ريد هات. تمام كده؟ طب انا هفتح البراوزر عندي. فايرفوكس doesn't exist. طيب ماشي حاضر. هعمل لك اعمل انستول فايرفوكس عشان ما تقعدش تطلع مني. يا طول. فايرفوكس اسهل حاجه عندك ايه؟ فايرفوكس اند. فاكر عندي بتاع ايه يا استاذ احمد؟ ده الباك جراوند اللي هو اشتغل جوه على طول. ايه؟ الباك جراوند. ايه الباك جراوند دي؟ اشتغل في الباك جراوند. انت لو قلت له كده اف تي بي 192.168.0 زيرو 200 فيلتو كونكت. ليه يا عم؟ تعالى هنا. انا اف تي بي 192.168.0.200 كونكشن ريفيوزد. ممكن داخلين اصلا ولا ايه؟ ممكن في اصلا حد داخل يعني؟ لا ولا احنا الاول كنا فاهمين سيرفيس
فيرسكيور اف تي بي دي ريستارت تقريبا لما دخلنا احنا في الران ليفل 5 راح عمل لها في الران ليفل 5 ما كناش هنا ترن في الران ليفل 5 فعمل لها ترمينيت خلاص حضرتك بقى لو جيت تعمل لها دلوقتي طلب منك مشكله فانت في الحاله دي انت كده لما تيجي تعمل لوجن كده شفت انت اف تي بي سيرفر زي الطبيعي ده بتشوفه يعني مش انت بتشوفه على النت بتخش على اف تي بي سيرفر مفيش اختراع خالص يعني صح مش في اي افتكاسه ولا اي تفكير طيب ده بالنسبه للاف تي بي سيرفر طب الحاجات دي لو انت جيت حطيت في الباب هنا هعمل هنا كنترول سي تمنيت بس السيشن دي وايه واقول له عندك سي دي سلاش اف تي بي باب لو جيت اقول له تاتش انا اقول له سيكونس من 1 ل 100 واحطه لي في قلب ملف اسمه تيست ال عندي ملف تيست ظهر اهو قلت له هنا في 5 باب اهو تيست انا ما ترفرش بس تيست ظهر تيست اهو فيه حاجات من 1 ل 100 ماشي كده جميل طيب تعالى بقى عندك كده لو انا هعمل ملف كبير بقى اقول له دي تعالى شوف المساحه عندي قد ايه انا عندي يا سيدي السلاش في عندك 196 ميجا طيب تعالوا كده ننزل نحط مثلا مساحته 500 ميجا دي دي انبوت فايل سلاش ديف زيب اوتبوت فايل سلاش ديف ايه لا سلاش ديف بقى سلاش بار اف تي بي باب سموهولي بيك فايل ماشي كده كاونت 512 البلوك سايز كام كده عامل لفه 512 ميجا حلو شغال تعال عندي كده بيك فايل ظهر هون ده خلص تقريبا كده خلص اهو تمام فحضرتك لما تيجي بقى تعمله داونلود هيبدا يعمله داونلود اهو شوف اصلا السرعه اللي بيعمل سرعه 15 ميجا بايت بير ثانيه هو نفس الجهاز او من على الشبكه هتحاول نتكلم على الشبكه نعمل كانسل طبعا نفس السرعه ده انا هعمله كده عشان هنحدد السرعه خلي الراجل لما يجي يعمل داونلود للملف خليه يعمل داونلود ب 20 كيلو بس ماشي تحاول داونلود كده من عندك انت يعني خش اف تي بي كده عادي خش اف تي بي تعال عشان الناس تعال كده ثانيه واحده عندك ثانيه واحده اس اس اتش على 192 168 0 كام 0 10 خلاص فقول له لو قلت له كده اف بي 192 0 200 انونيمس مفيش باسورد طبعا انونيمس يوزر فانونيمس ده اللي هو انونيمس طبعا بتخش من غير باسورد خالص كانك دخلت براوزر ودخلت منه يعني تقول لس في عندي باب سي دي باب لس فعندي بيك فايل قلت له كده جيت البيك فايل ده اوبننج باينري مود داتا كونكشن فور بيك فايل شايف يفتح باينري مود ده المفروض شغال يعني حتى لو كان تكست تعالى عندك كده waiting for node to finish خلاص يا عم شكرا قلت لك اللي اس عندك يا سيدي بيك فايل كده قلت له اللي اس ال ال بيك فايل ده مساحته كام؟ شايف ده 142 ميجا في ثانية احنا عايزين بقى نليمت الكونكشن ده عايزين نليمت الكونكشن ده مساحته كده لو كده قلت له بكل بساطة ار ام بيك فايل شكرا لو قلت له كده دبليو جيت دبليو جيت موجود انستول اه انت مساحته من عندي دبليو جيت اف تي بي 192 168 0 2 سلاش باب سلاش فايل شايف السرعه عندك عامله ازاي؟ 8 ميجا 9 ميجا مش تقول لي على نفس الجهاز لا على النتورك اهو فانت شايف احنا بقى ليميت الكونكشن ده اللي هنمسح بيك فايل ده ار ام هنعمل ليميت الكونكشن بس بعد شويه يعني مش دلوقتي حالا انا بوريك بس خلاص؟ طيب تعالى بقى نعمل اكزيت سيشن اللي عندك وتعالى وتعالى ايه؟ نعمل ايه؟ نشوف مش ليميت الكونكشن بس ده احنا هنعمل شويه حاجات كمان طيب
دلوقتي وانا في الاف تي بي لو انا كده كنت يوزر عادي انا كده ارجع الجي اي تاني قلت كنترول اف 7 اوريك حاجه غريبه جدا يعني بص كده لو قلت له حاجزني صح هو ده اخرك يعني انت هتشوف مش هتشوف السيستم بتاعك بس حضرتك كده تخيل كده لو انت قلت له اف تي بي مصطفى ات طلب منك الباسورد اهو دخلني كمصطفى ماشي لو قلت له اب تو هاير ليفل هيدخلك شفت انت فين انت في الهوم دايركت بتاعتك دلوقتي ماشي انت في الهوم سلاش هوم دلوقتي توصل للروت يا نهار ابيض ده يوزر عادي شفت بيعمل ايه بيتفسح في السيستم لما عنده سلاش ميديا بقى وخرابي دي بلوه ده عملت مصيبه سودا اي سي بص اي سي قدامه اهي تخيل انت بقى بص دخلت ازاي بقى اصلا عشان دخل بيوزر اسم اليوزر ازاي بقى عايز تخش بيه تقول له اف بي اسم اليوزر ات الهوست اللي عندك ده 168.0.200 تمام كده طيب يلا بقى احنا نخش نظبط الكلام السكيورتي الهبل اللي احنا بنعمله ده نقفل الانوني مسبقا خالص مفيش حاجه اسمها انوني مسبقا يوزر بس كده يخش ماشي فاحنا بس نقفل الفايل ده طلب الباسورد اه طبعا قلت له ماتش بكتب دي يعني المهم لو عارف الباسورد بس نعمل ريفرش لا لسه مش دخل مصطفى ليه لا هو دخل مصطفى اه شيل كوكب اه خلاص دخل بيه تولز فين كي برايفت داتا اه اوكي سبلاي هو سايد في كل حاجه خلاص بس انا عايز برضه هو بوزيشن بس ماشي انا عايز اعرف بس طب لك هو اندكس في اوف مصطفى ات كذا كده ما حصلش في مشكله في السكه انت عندك بس ولا ايه بس انا سمعت اللوكال يوزر ان هو اتفسح في السيستم اه انت خليت اللوكال يوزر نفسه مش محدده طب ما حتى لو انت يوزر اللوكال يوزر ودخلت بيت اللي ممكن تدخل في السيستم تمام انت عايزه يعني لا هعمل ازاي انا عايز ازاي ما هو ولا في السيستم كله هو نفس مصطفى ولو ان هو يشوف الحاجات دي طب ادخل كده في الروت طلع الدايركت بتاع الروت المفروض انت ما تخش شفت طب انا بص على مصطفى كده في الروت دايركت بتاع الروت مش لازم دايركت الروت اي تي سي مثلا ممكن تفسح فيها اهو طب ما عادي ما هو ده اصلا ده دي الروت بتاعت مصطفى طب وليه انا اسمح بحد من بره الجهاز هو انت فاكر الاف تي بي سيرفر هتسمح باللوكال يوزرز او انت فاكر انت الاف تي بي سيرفر هيبقى يوزرز اللي عندك لوكال يوزرز على السيستم اصلا انت متخيل كده يعني ممكن بلاس ثاني ايوه طبعا يعني فايز يا باسورد فتح ملف باسورد برافو عليك برافو عليك بجد يعني كده يعني عارف مكان الباسوردات فين عارف كل حاجه انت كده مطلع الراجل احلى دلع يعني انت ناقص تقول له انك على خش عندي ما انت عارف. ريد هات داش ريليز كميه كل معلومات السيستم بقى وممكن لو واحد عارف مع السلامه مع السلامه انت كده يعني ممكن يدور على بعض ليه ار بي ام هو ده شوف ار بي ام فيها كل حاجه قول لي انت بقى حضرتك الحل يعني حل سكرين ار سي بتاع السكرين بتاعتك عايزين بقى نشيل تعال نشيل الكلام ده نقفل الكلام ده كله بقى تعال نروح فين في الجي او ملف الكونفجريشن الرئيسي بتاعك يلا روح على جهازه بقى روح على بيته اي تي سي فال فيري سكيور اف تي بي دي فيري سكيور اف تي دي دوت كونف اللي عايز اقول لك عليه اوعى تكون فاكر ان الاف تي بي يوزرز عندك في الريال تايم او في الريال سيستم سيستم حقيقي هيكون الاف تي بي يوزر اللي انا عملت لوجن بيه مصادره اصلا اللي بيلوج على الاف تي سيرفر ده او اليوزرز بتوع الاف تي سيرفر لوكال يوزر على السيستم محدش حكى عليك ولا الكلام ده محدش فاهم الكلام ده خلاص يعني اوعى تكون متخيل ان الاف تي بي سيرفر اليوزرز بتوعه هيبقوا لوكال يوزر سيستم طبعا الكلام ده كلام فاضي في الحقيقه الاف تي بي سيرفر بتاعك اليوزرز اللي عندك هم يوزرز جوه الماي سيكوال داتابيز وسمح لهم يعملوا لوجن زي ما كنت بقول لك بتحط الداتا بتاعتك بتاع دي الناس في قلب ماي سيكوال داتابيز انت برضه تحط اليوزرز عندك في قلب الداتابيز ولما يجي لوجن افرض عندك 2000 يوزر تحط 2000 يوزر لوكال على السيستم لا ده كده بتستهبل بقى يعني لا ده لعبه عيال ده كلام فاضي يعني. ماشي طيب تعالوا بقى نفتح ملف الكونفيجريشن ده بصوا احلى مكان تجيب منه دوكيومنتيشن عن اف سيرفر منين من الملف ده الملف ده سيلف دوكيومنتد يعني حاجه عايز اقولها ان اللي احنا هنعمله ده مش حاجه مش يعني احنا هنعمل شويه سكيورتي عليه بس ده مش سكيورتي يعني
انت ممكن الاف تي بي سيرفر ده تعمل له تعمل كونكشن بينك وبينه سكيور ده اساسا او كونكشن بينك وبينه انكريبت خلاص كنت بخلي يوزر سؤال بداتا بيز يعني هنعمله ده مش اختراع ده كلام فاضي بس افتكرش ان انت هتعمل اللي محدش عمله ماشي نفتح الملف ده ملف بقول لك اكزامبل كونفيجريشن فايل اول دايركتيف عندك تقول انونيمس ولا لا ممكن اقول له الدايركتيفز عندك اللي ناحيه الشمال سمول يساوي الناحيه اليمين كابيتال كنت اقول له بكل بساطه كده نو بص حضرتك لو جيت تعمل لوجن سيرفيس في سكيور اف تي بي دي ريستارت تمام كده بص حضرتك لو جيت تعمل لوجن تاني اف تي بي 192.168.0.3 انونيمس قال لي لو قلت له اي حاجه مفيش باسورد اهو شفت ايه اللي حصل وقف وعفرنيش لوجن ان كوركت لوجن فيل كنا اقول له باي هنا قال لي جود باي يعني عادي طيب ارجع الملف تاني يبقى انا كده ممكن اعمل سيبه لمين لانونيمس يوزرز خلاص حسب ما انت السيرفر بتاعك لايه لو انت عامل ريبو مثلا للشركه عندك على اف تي بي سيرفر يعني انت واخد ملفات الار بي ام محطوطه في قلب الاف تي بي سيرفر ده وعملت كريت ريبو وبقت ريبوزيتوري فعلا ممكن تخليه انيبل عادي مش كده ماشي كده طيب لوكال انيبل معناها اللوكال يوزرز انيبل ولا لا ما انت قلت لو اللوكال انيبل بنو الانونس انيبل بنو مين اللي هيخش اصلا على السيستم لازم واحد من الاثنين ما هو بالعقل يعني مش عامل سيرفر في الهواء يعني ولا ايه ماشي طب يعني كل ان ما بيبقاش اللوكال بس هما اليوزرز اللي بيدخلوا على السيستم ممكن يبقى حد من بره ممكن يبقى حد من بره بس اليوزر على السيرفر يعني اليوزر يا اما انونيمس يا اما يوزر على السيستم حد من بره مين حد بره تاني حكايه ان انا احط يوزر في الداتابيز ازاي طيب الداتابيز ما سيكول احط فيها الفيلدز بتاع اليوزر والداتا بتاعته وكل حاجه وبتيرد اليوزرز جواه بيجي يعمل لوجن بقى الاوثنتيكيشن منين الماي سيكول الروت اصلا مفروض ممنوع ان هو يخش الاف تي سيرفر بقى كله ممكن تعمله انيبل عادي ده طول الروت ده ممنوع يخش من الاف تي سيرفر خلاص ايه لان الباسورد بتتنقل كلير تكست فلو واحد عامل بيبقى مستنج على الشبكه يشوف الباسورد دي خلاص مالها مالها حط فيها كل اليوزر التاني ايوه مش من الحلقه مش من الطبيعه او من العقل ان انا اخلي يوزر اللوكال يوزر موجود على السيستم فيزيكال فعليا يعني يوزر موجود على السيستم بيعمل لوجن عليه يكونكت بنفس اليوزر من الاف تي بي سيرفر بره يعني من بره الشبكه دي حد ذاتها مشكله يعني كده يعني افصل بقى يعني اليوزرز دول خلاص يعني دول هحطهم دي يوزر اد وكده طب وليه بتخليهم كلهم في الداتابيس بقى وخلاص ده كده تلعب يعني ولا ماشي طيب بعد كده رايت انيبل رايت انيبل معناها بسمع لحد ان هو يعمل لي ابلود ولا لا رايت انيبل ممكن اسمع لحد ان هو يعمل لي ابلود ولا لا من اليوزرز اللي بره دول فانا اقول له يس او نو براحتك وتعمل رايت انيبل يس او نو بعد كده اللوكال يو ماسك نعم خلي بالك رايت انيبل ده انا هعمل رايت انيبل لليوزرز اللي عندي مش الانونيمس خلي بالك ماشي انا عامل لهم الاو طيب اليو ماسك ده ثانية واحدة بقى كده نوقف الفيديو دون نرجع تاني بقى بعد كده اللوكال يو ماسك ايه اللوكال يو ماسك ده اللوكال يو ماسك اليو ماسك بتاع اليوزرز لما يرفعوا فايلز عندك هيبقى اليو ماسك بتاعهم ايه الفايل اللي رفعها دي اليو ماسك بتاعها ايه بس انت عايز تغيره غيره براحتك مش اي مشكله خالص ماشي ماشي اليو ماسك ده لما ترفع ملف بيطرح من البرميشن الاصليه بتاعتك اللي هي 3 ستات اطرح منه كده يبقى اطلع كام 6 4 4 يعني ده اي واحد يرفع ملف بس 4 4 ايوه بالظبط طيب بعد كده قال لك انا بنعمل انونيمس ابلود اللي انا عملته قريت انيبل كنت بقول لنا لمين ده اللوكال يوزرز طب انا ممكن اعدل اعمل اخلي الانونيمس ده يعمل ابلود ايوه طبعا ممكن اخلي الانونيمس ده يعمل ابلود بس احنا عاملينه ديسيبل اساسا هو عامله ديسيبل هو ديفولت عامله ديسيبل ماشي بس انا سبت اعمل ابلود ده مشكله الايه؟ يبقى مشكله يعني عايز مور سكيورتي اي حاجه ابلود كده ممكن اعمل انونيمس ميك دار انيبل يعني كان ممكن اسمح بس ان هو يعمل لي دايركتوري جديده طبعا بس ما ينفعش يعمل دايركتوري لما يكون يعمل ايه؟ اصلا يقدر يعمل لو هو ده بيعمل ايه اصلا؟
ممكن اسمح للانونيمس ان هو يعمل ابلود لفايلز خلاص، ممكن اسمح له كمان يعمل كريت دايركتوريز عادي. يعني ايه المشكله يعني؟ ايوه. بعد كده دايركتوري مسج انيبل. ايه الدايركتوري مسج دي؟ سيادتك لما بتعمل كل شويه بتخش من دايركتوري لدايركتوري، مش بقول لك داير تشينج ولا حاجه ده يعني سكيب دوت رايت كويت. قلت له اف تي بي، قلت له اي حاجه مصطفى، قال لك لوجن اهو، قلت له كده سي دي نقطتين، قال له دايركتوري سبسكريبت تشينج ده اللي هو الداير مسج بتاعك، هو ده الداير مسج بتاعتك ماشي كده يا عم تمام كده. بعد كده دخل في اللوج بتاع مين؟ الاف تي بي. قال لك الترانسفير لوج بتاعك انيبل، انت اسمح لي باللوج؟ ايوه. قال لك تمام. قال لك كونكت فروم بورت 20 يس. اهو الاف تي بي ده اهو شايفينه كده، ممكن اسمح حد يفتح بورت 20 عشان يعمل ايه؟ ترانسفير. بعد كده في عندك دايركتيف حلوه جدا، في عندك دايركتيف اسمها تشينج اول ابلودز. تشينج اول ابلودز دي بتعمل ايه؟ ايوه. اي حد يرفع ملف بيبقى الاونر شيب بتاعه لمين؟ صاحب الملف ده. طب انا اغير اي ملف يترفع يبقى الاونر بتاعه يوزر ملوش اي صلاحيات عندي اصلا خالص، وملوش اي حاجه في اي حاجه، وملوش شيل يلوجن منه، ملوش هوم دايركتوري، ملوش اي حاجه في الدنيا خلاص. طب الشينج اون يوزر نيم ممكن اقول له هنا اسم اليوزر بقى اللي انا عايزه، يعني عايز اي حاجه تترفع تبقى باسم الاونر شيب بتاع مصطفى. ممكن اعمل سيبه لمصطفى اساسا، ممكن تعمل تسيبه لمصطفى ده يعمل لها مش عايز. ايوه بالظبط. مصطفى مثلا ربط حاله عالميه طيب ممكن مصطفى مش هعمل حاجه كده يعني. مصطفى ممكن مصطفى اغير اسم اليوزر بتاع احمد دي عشان مصطفى. ايوه الملف اللي انت هترفعه قبل ما فتح احمد يرفعها او علي او حسنين او محمدين، اي حد يرفع اي حاجه هياخد من اليوزر ده ساعات ماشي. ماشي مصطفى، اي حد هيرفع اي حاجه الحاجه دي هتبقى تبع الشخص اللي انا عامله. ايوه لو انت عملت شينج اون ابلودز، شينج اون يوزر نيم اسم يوزر اليوزر نيم ده لو انا شفت منه حاجات كتير عشان بس بعرف سكيورتي. لو انت شفت منه حاجات كتير يعني اليوزر ده بقى مش هتخليه شايل ولا لهم دايركتوري ولا اول ولا له اصلا هو يلوجن اساسا، شيل منه اي حاجه، شيل منه اي حاجه اصله ريشه من الاخر. لما سالكم عادي يا عم، هو عادي ايه المشكله يعني؟ حطوا له اسم اليوزر بتاعه. واحد حط اي حد هيحط حاجه تبقى بتاعت مصطفى، بتاعته وش بتاعت مصطفى. لما انت عملت كومنت يبقى اي حد حط حاجه بتاعته هو. بعد كده اللوج بتاعك، عايز اللوج بتاعك فين؟ تحط اللوج بتاعك في المكان. كنت اقول ايه؟ مش حد يلعب بقى، ممكن اغير مكان، احطه في اي حته، خليه يحط اللوج بتاعه في مكان. اقول لك انت اللوج بتاعك ستاندرد فورمات اس تي دي فورمات اس تي دي اللي هو ستاندرد ستاندرد فورمات. قال لك ايه الستاندرد فورمات بتاعه؟ طب بعد كده في حاجه عندك اسمها اي سيشن تايم اوت. عارف انت سيادتك لما واحد يقوم يعمل يخش يعمل لوجن على الاي بي سيرفر عندك ويفضل قاعد بقى، فانت ممكن تقول له ايدل ساعه، بعد فتره معينه الراجل ده ايدل ما عملش اي حاجه خالص، اعمل ايه؟ اعمل تايم اوت. لما يجي يعمل اي حاجه يطلب منه يجيب من اول وجديد تاني. ان مفيش واحد يعمل يفضل فاتح سيشن في مده كبيره. اه ايوه داتا كونكشن تايم اوت. ايه الداتا كونكشن تايم اوت دي؟ وقال لك 120 ثانيه. عايز ده كونكشن تايم اوت دي اللي هي ايه؟ لا 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 حضرتك حضرتك واحد دخل عليك قاعد يعمل ايه؟ داونلود. هتعمل له داونلود بعد هيتعمل له بعد كده ترمينيت للكونكشن بعد قد ايه؟ انا ممكن احدد بقى وقت مثلا. حتى الداونلود مش داونلود، مش داونلود خلاص. اه بس بدل ما بيعمل داتا كونكشن يعني فاتح داتا يعني بينقل داتا وبعد داتا داونلود او ابلود خلاص. لو انت سبتها كده هي ليميتد معاك، بس انت كومنتد كده هيبقى متد داير ولسه لا داتا كونكشن الليس عادي عادي مشاكل معايا. لو انت مستخدم كومنت بقى الجد عشان كده شغال على اثنين بورت، واحد للكومنت واحد لايه للداتا. فانت كنت تحدد له بعد قد ايه الراجل ده يطرد من الكونكت بتاعه ماشي كده. بقول لك كمان انت ممكن تحدد الاف تي بي سيرفر يوزر يرن بالاسم بتاعه لما ترن السيرفيس دي. فاكرين دي الناس مش كنا بنرن باسم مين؟ نيم دي ونيم دي الفايلز بتاعته صح. فبقول لك كده ريكومند تو ديفاين اون يور سيستم ا يونيك يوزر ويتش زي اف تي بي سيرفر كان يوز از ا توتال ايزوليتد اند امبريفليج يوزر. شفت ديت ممكن ارن برده بالظبط بايه؟ باسم امبريفليج يوزر، عامل اليوزر ملوش لازمه في الدنيا. بس اصلا بص عندك كده قلت له كده
كات سلاش اي تي باسورد اعمل جراب داش اي اف تي بي. بص عندك كده عمل عندك يوزر اسمه اف تي بي ومفيش مالوش لوجن اساسا مالوش هوم دايركتوري. بص تحت ايه هو بيرن باب بالنوشن بتاع مين بتاع الاف تي بي يوزر ده. لا مش فاهم يعني انا انت المفروض ترن ترن الاف تي بي سيرفر ده بمين؟ بيوزر غير الروت. فاعمل له يوزر كده اسمه اف تي بي يوزر. اف تي بي اهو اف تي بي يوزر ده مالوش هوم دايركتوري خلاص. الهوم دايركتوري بتاعه سلاش بار اف تي بي سوري الهوم دايركتوري بتاعه سلاش بار اف تي بي ومالوش لوجن شيل. الراجل ده ما يعرفش يعمل لوجن يعني مالوش اي لوجن منه بس هو كده حكم اليوزر يعني. اعمل بايه اليوزر ده؟ هو اللي يجمع لك ان انت ترن الاف تي بي سيرفر. الاف تي بي سيرفر لما بيجي يرن بيرن بمين؟ بصلاحيات اليوزر ده مش بصلاحيات الروت. لو انا شفت الكومنت من هنا هيعمل كده صح؟ لو انت عايز بقى تضيف اليوزر تاني انت تعمل يوزر محمدين ولا حسنين وتخليه بالبرميشن بتاع اليوزر ده تضيفه. ملهاش لازمه يعني. طب احب اعمل اعمل يوزر وشيل منه قص ريشه. انا فاهمك انا فاهمك. وتقول له نمبر اوف يوزر ويساوي اسم اليوزر. خلاص طيب لما ممكن كمان يحدد الاتاك دوس الاتاك كمان اصلا الكيرن بتاع لينكس فيه اصلا بروتكشن الى حد ما يعني ما تدوس اتاك. اه فينا بقى الاسكي مود اهون الاسكي ابلود انيبل ممكن اعمل يس ممكن اعمل اسكي داونلود انيبل يس وطبعا كونتد لان الباينري طبعا هو اللي فيه كل حاجه. في عندك بقى كمان يا سيدي بالاف تي بي بانر. عارف الاف تي بي بانر لما بتيجي تلاقي من لوجن لسه تطلع لك ممكن اغيرها كده لسه الدخول يعني ممكن ايوه انا عايزها. امال الناس بتاعه الكود والكلام ده بيوصل على اليوزر. ويلكم تو اور. نعم الناس اللي بتعمل اكواد اف تي بي وحاجات غريبه كده دي بتعملها ازاي؟ ده اسكي جاي بصراحه هقولها اسكي. اه والله ممكن جاي زعمه كده على طول. ايه ده عندك الحكايه لما تيجي تدفع على سيرفر بس تبص ليه يعمل لك ويلكم وسيرت وايد وايه. انت ممكن تقول له اف تي بي دي بانر بتاعك وتدي له اسم ملف تقول له في قلب اه تقول له في سلاش اي تي سي كذا 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 وتروح في الملف ده تروح تطلب الكلام اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه ايوه بالظبط. يبقى تكست ولا ايه؟ ايه ده؟ ملف تكست عادي الكلام ده كلام يا ابني كلام اسكي. فاكر انت الاسكي اللي بنعمله تجيب صوره وتحولها لاسكي او تجيب كلمه وتحولها لاسكي. في نوع اصلا بيحول الصور لاسكي دي. اه الله ماشي طبعا كنت اقول لك دقه بس يعني من باقي كده. ويلكم تو اور ليب سكيب موتور كويت. قلت له سيرفيس في سكيور اف تي بي دي ريستارت. انت كده عندك 220 ويلكم تو اور ليب شايفينها جت اهي ماشي. طيب تعالى انترميت السيف دي نرجع تاني للملف بتاعنا. الباند ايميل الباند ايميل فايل اللي هو اللي هو الاسم باند يعني بالعربي اقول لكم معناها ايه محظور او ممنوع خلاص ما كده. ممكن احط فيه ممكن احط فيه اليوزرز اللي هم ممنوعين ان هم يخشوا يعني. ايوه ادي كده مكان الاي تي سي الكلام ده كله ولا جوه الملف بتاع الباند ايميل ده؟ ايه ده؟ جوه عاملها جوه الملف بتاع الباند ايميل ده؟ ايوه. طيب انا ممكن اعمل عندي فاكرين اليوزر مكان بيتفسح في السيستم من شويه؟ اليوزر كان فتح في السيستم من شويه؟ تعالى نمنعه؟ ممكن اقول له تشينج روت ليت انيبل؟ ممكن اقول له يس. وقال لك تشينج روت ليست فايل كذا كذا كذا، ممكن احط بقى فيه مين؟ اليوزر اللي عملت لهم تشينج روت اللي انا سالتهم في قلب الهوم دايركتوري بتاعتهم. ايوه. مش فاهم يعني انت اليوزرز عندك اليوزرز عندك كانوا بيتفسحوا كلهم في السيستم. قال لك انت ممكن تمنع اليوزرز دول ان هم يتفسحوا في السيستم. خلاص انا ممكن اعمل لهم تشينج روت. اعمل لهم تشينج روت يعني يعني هغير الروت بتاعهم بدل ما هو كان فين؟ لا في المكان بيتفسح في السيستم كله كده انا هحبسه في الهوم دايركتوري بتاعته مش هيعرف يطلع. ايوه. قال لك طب مين اليوزرز دول؟ قال لك انا هحطهم في الملف دول. تعالى كده روح الملف ده. طب انا لو ما حطيتش وهفتح هيتطبق على كل اليوزرز؟ لا مش لازم لازم تحط حاجه لازم تحط يوزر ما كده احط تشينج روت لو انت بيز ماي سيكول خلاص الموضوع منتهي. يعني برضه لو انا حبيت اعمل كده ويزرات كتير او اعمل داتابيز يا ابني داتابيز اصلا ايوه كل الدنيا في الحقيقه داتابيز. طب ماشي عشان بس انا هحط 5000 يوزر في داتابيز. عندك مصطفى مثلا سكيب نوتيرا تو كويت. بص على قبل ما اعمل ريستارت للسيرفيس قبل ما اعمل ريستارت خلاص
سي دي قبل ما اعمل ريستارت للسيرفر بتفتح اهو. فانا هعمل كود كده وهعمل ريستارت السيرفيس بقى وشوف اللي هيحصل معاك دلوقتي. خلاص سي دي نقطتين الف سي دي اهو هير كمز دايركتوري سند. اوكي بص انت اتحبست اتحبست ماشي تمام. بس يعني ايه بقى كان انت بتتحرك عليه كل حاجه بس انت اشتغلك داير اعمل اي حاجه ولا انت هنا. بس لازم تحط الكل يوز زي ما انت انت بقيت في السلاش بس انت مش شايف اي حاجه خالص. الموضوع انتهى بالنسبه لك حضرتك. نعم لازم احط يوزر في كلهم اللي انا عايز امنحهم. اه بس طبعا بس بالليست حاجه ده اقل حاجه يعني ده ابسط حاجه ممكن تعملها في الاف تي بي. ده احنا يعني الار سي دي يعني كورس الار سي اي ده ابسط حاجه بتعملها في اللينكس يعني. مش الار سي انت بقيت عبقري لينكس يعني تروح تنطط على الناس وتعمل نفسك عبقري فيه فعلا. ده اقل حاجه ممكن تعملها في اللينكس الار سي اي دي. خلاص تعال اعمل كود بقى وتعال نرجع لمين؟ للملف الامور بتاعنا. لا خلاص انا هعمل لسن هنا بقى. اكتب يا عم ايوه لسن معرض معناه ان هو بينزل الاي بي فيرجن 4 فطبعا اكيد لازم يلزم يعني. يعني لو عايز تعرف البيت مش هيتم خالص. لو عايز تلزم الاي بي فيرجن 6 ممكن تلزم تقول له لسن اندر سكور اي بي في 6 برضه كده انت هتلزم الاي بي فيرجن 6 بس مش 4 مش 4 يعني لما لسن لوحدها باي ديفولت هو بينزل 4 ماشي بتعمل اتنين تضيف تضيف الثانيه تحته بس عشان كومنت يعني. ايوه البام سيرفيس لسه هناخدها واليوزر ليست انيبل لسه هناخدها وتي سي يوزر ليست. خلاص احنا يوزر ليست ايوه حاطين يوزر ليست اهو ليست فايلز اهو. بعد كده البام ثانيه واحده بروح دلوقتي التي سي بي رابرز والبام هناخدهم قدام ان شاء الله في سكيورتي ماشي. حتى اسالي عليهم النهارده يعني. طيب ايه اليوزر ليست ده بقى؟ ال ال سلاش اتسي فيري سكيور اف تي بي دي عندك يوزرز اف تي بي يوزرز. الملف ده لو انت حطيت فيه اي يوزر اليوزر ده ممنوع ان هو يعمل لوجن في الاف تي ممنوع ان هو يلوجن. كده قلت له فاي او فيم شايف انت الروت جواه ممنوع اهو عشان كده الروت ممنوع ان هو يعمل لوجن. بص كده بص حضرتك كده لو جيت له كده اف تي بي وانت روت لو قلت له كده روت على طول بيرميشن دينايد وش ما تحاولش يعني. فانت لو كتبت الملف ده وتقول مثلا مش مصطفى كان سبق اوتوماتيك جنريت الملف ده بالشكل ده بيعمل لوجن. ايوه سكيب نوت رايت كويت كتبت له مصطفى. شوف بقى لو جيت اعمل لوجن كمصطفى دلوقتي بص ايه اللي حصل معاك. انت بقيت دلوقتي ايه ممنوع لوجن وصلت كويت. طيب تعال بقى احنا دلوقتي ايه هشيل طبعا هو منه وافتح سوري افتح الملف ده. انا عايز دلوقتي احدد سرعه بقى. عايز احدد سرعه للناس اللي هيكونكت عندي. عايز احدد سرعه للناس اللي هيكونكت عندي. احددها ازاي؟ عايز ليهم سرعه مثلا يا سيدي 500 كيلو او 200 كيلو. اجي تحت ده في الملف وهقول له انون لو انا عامل انيبل انون مثلا انون اندرسكور ماكس اندرسكور ريت. تقول له لانه ماس ماكس ريت بتاعك كام؟ عايزين كام؟ 200 ولا 100؟ خليها 100 اللي هي 100 كيلو. ما كده؟ طب انا عايز احد بقى لليوزرز للوكال يوزرز اقول يوزر اندر سكور ماس ريت خليهم كام؟ مثلا في نفر زياده صح؟ ده كتاب 10 كيلو ده 50 كيلو ماشي. سكيب نوتيرات وكويت واعمل ستارت للسيرفس كده. لا قبل ما اعمل ستارت للسيرفس تعالوا الاول نطلع فوق واعمل انونيمس ايبل واخليها يس عشان نشوف الفرق بينهم يعني. فايد يوزر على سكور ماكس ريت. طيب تعالى نفتح الملف
شفت وجي مش هقعد العب جنبه يعني. طب تعالى يا معلم. هو فيلد اصلا يعمل لها ستوب. تعالى افتح الملف ده. هو مش يوزر على فكره، هو اسمه لوكال، سوري مش يوزر. شيل الباش دي خليها اندر سكور يعني. طبعا ما احفظش حاجه يعني. خلاص اتعمل له ستارت اول زي الفل. ماشي تعالى كده ايه نجيب الدبليو جيت. تمام او تعمل فايرفوكس عشان تبقى باينه قدامك يعني. جبت فايرفوكس اهو. اجي تقول له اف بي. لا انا اخش الاول كيوزر عادي. طب خد كده مصطفى وشوف. انا يوزر عايز ادخلني في بق كده بيج فايل. شوف السرعه عندك كام؟ هيبدا يقل كمان شويه يبقى 10 كيلو حتى توصل 10 كيلو بيموت. 18 تفضل تقل بقى كل شويه كده لحد ما تطلع مين 17 توصل 10 كيلو. طب انت عامل مثلا كنت عامل 10 10 كيلو والتاني كان 50 تقريبا كان كام؟ اه 16. هيفضل يقل لحد ما يوصل لكام؟ 9 ونص 10 اللي هو يعني. طب معلش انا دبل جيت. نعم دبل جيت برضه هتبقى اف تي بي سلاش سلاش دبل جيت. انت حاطط كده ايه؟ 68 0 كام؟ 200 سلاش باك فور اف تي بي هنا. بقايل سلاش باك باب فايل ايه؟ باب احنا كاتبين غلط صح؟ بي خفيفه. ايه اللي اكتبه ده؟ هيموتها اصلا عشان بيحمل فده واكل السرعه. السيشن دي والسرعه ايه؟ خلاص بقى وقف. احنا شفنا السرعه هي محدوده خالص مش مفتوحه يعني. شايف؟ خلاص بقى هو كده مات معاك يعني كده بيودع يعني. مع السلامه. قابلني كده ماشي. نعمل سي بقى. لا تعالى ريموف بيج فايل ده ار ام بيج فايل استريك. خلاص شيله بقى. بص حضرتك لو دخلت هنا كمين؟ كمصطفى طلب مني الباسورد. هو مش مدخلني عمل لي اصلا شينج روت. هو عمل لي شروط كيوزر عادي. اه هتشوفه في. طب ماشي حاضر. حطه في الرول ده المكان بتاع مصطفى. فيم سلاش اي تي بدل ما احط له بحط له ملف فيهم دايركتلي بتاعته يعني. مصطفى كوبي بقى سلاش اتسي كوبي ليه؟ هقدر اجيب الملف كامل يا عم. انا عدل قال لي اسمع ان هو بدل ما اسيب فسح براحته دلوقتي يعني. خلاص انا عرفت اللي فيه. فيري سكيور اف تي بي دي حلو كلام. فين جروت اهي؟ فين؟ فوق. خلاص انا عمال اكونكت الشين جروت دي. اعمل كونتيل دي كمان. سيرفيس فيس كيو اف تي بي دي ستارت. طبعا دي اول مره اشتغل شيل انا جي او اي. شغال ايه؟ حضرتك انا لما تيجي تعمل لوجن تقول له مصطفى اد
لينج اف تي بي ترانزاكشن ليفل انكوركت. ايه الباسورد غلط ولا ايه؟ اشتري يا عم. تعال يا سيدي خش في قلب فار. فين فار؟ تحت خالص. شايف الدلع؟ الراجل ماشي بيتفسح في السيستم يعني. اف تي بي باب. شوف الامور يعمل بقى ايه؟ انت عارف طيب دلته منين؟ ريموف انت عارف يا راجل ده انا بحسبه من هوم دايركتلي بتاعك. شوف انت بتاعك تورني هيوريك الصوره يعني. اه يا عم مشكله ما خسرناش حاجه يعني فرقتش كتير. سرعه داونلود بقى بالنسبه لليوزر العادي. انت كده ممكن في قلب الشركه بقى في قلب الشركه عندك تفتح لهم بسرعه عادي جوه تسمح بقى للشركه عادي بقى كله يعيش حياته. هو الملف ده اهو بيك فايل اهو هتلاقي مبسوط ساعته كام؟ 50 كيلو. 50 بقى شايف؟ هيبدا يقل بقى لحد ما يوصل عند كام؟ 78 50 يقل لحد يوصل ل 50 كيلو. 100 ماشي. هو مين اللي بيستخدم ال اف تي بي يعني؟ اذا كان مثلا في دلوقتي الشير والحاجات دي كلها موجوده. هو حقيقه معظم الشركات كلها معظم البوستنج شغال اتش تي بي وليس اف تي بي. كل اتش تي بي ليه بقى؟ حتى معظم شغال اتش تي بي عشان اتش تي بي في بقى في بقى مدود ثروتلينج بقى احسن من الكلام ده كله مليون مره بقى يعني. اتش تي بي يعني؟ ايوه. مش معانا في الكورس الكلام ده؟ معانا طبعا الكلام باذن الله. في الويب بقى سيرك الويب نفسها ان شاء الله. خلاص وصل عند 50 اهو خلاص هيبدا استقر في حته كده يعني. بس 49 بس 50 بس كنا نعرف ان الاف تي بي اسرع يا مصطفى ولا هو اصلا بيبدا الاف تي بي اسرع بس هو اسرع اصلا. خلاص بقى يعني هيوصل 49 بقى كده ويفضل واقف ماشي تمام كده الشغل تمام. حد عنده مشاكل؟ ده الاف تي بي انا عايز لو حد عنده اي مشكله يوقف الكلام ده. سيب حاضر حاضر